مشروعي اللي انا اقترحت عليك من قبل 40 سنة نفتح مطعم. مطعم؟ تعرف لو نفذه الباتشة؟ ايه الباتشة؟ كان الحين سلسلة مطاعم باتشة بالديرة. ايه مطعم الباتشة هذي حكي شلون بابا؟ باتشة واذا ياكل عميل ودش المطعم وحطيت له راس هالهرفي واضلع هالكراعين مال هرفي الطيبة بلا وحطيت له صحن بصل يمه. انا ما ادش عندك على الباتشة، انت بزين الباتشة تبطل الجدر تخترع عيون مبققة ولسان كنا دلاغ ياهل وريون مقصصة كنا مفجرين ياهل وطابخينه. أنا أشمئز من الأكل هذا. الباكة بابا شون تنكتب باكة؟ مطعم باكة نكتب؟ هذا مشروع؟ مشروع يسلمك الله، مو باكة بصل مدري شنو شل وصاخر ها مشروع والقويطيات مال لحم الكلاب اللي وكلت الناس ها والجوات اللي طبجه وحده هذه مشاريعك الحين تعايرني.